السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم واصرف علينا كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا دابا خارجين من الخيمة غادي نعملو لامارش شوية الشتا هانتوما الناس اللي خدامين بليلهم غادي ينزلو دابا. دابا راه باقا السبعة الصباح راه ماشي الليل وشي حاجة، السبعة باقا نطلع النهار والناس اللي السبعة تيمشي والناس اللي خدامين بالليل خدامين في الكابل وفي الرونو صحابين الشركة الطونو ديالك تيهدي دابا كل خدام بالليل عند الطونو ديالي حاطين دابا ترونسبور جايبهم عاود لخرين غادي يمشيو. هانتوما الدنيا زوينة طايحة واحد شوية الشتا غادي نجبدو غادي للبلايا للبحر غادي نمشي غادي نجبدو شوية نزيدو على رجلينا شوية صافي. حنا غاديين دابا غادي نمشيو حتى نوصلو رياض تطوان. ها هو رياض تطوان، تا هو رياض تطوان، ها الطريق اللي على اليمن هادي طريق تطوان تطلع تطوان وعلى الشمال مع كاين الرياض تما هاديك تتخرج اللي بغا يمشي الرباط كازا هاديك تتخرج الطريق اللي تتدي للداخلية. وهادي غادي نقطع الطريق نتوما ومع يدين مع اليمن كاينه جامع تنقولها جامع السوريين هادي هي طريق تطوان. وحنا الاتجاه ديالنا لسميتو البحر شوف البلايا. دابا طلع النهار علينا هنا في رياض تطوان، هي طلع مع السبعة قسم بالله انا طلع النهار ولكن سبحان الله تتمشي بلاصة طالعة سميتو تيبان لك الضو هانت وتتزيد شوية عاود تتبان الضوابة بحال دابا هانت ما تقولكش لا ما كايناش سبحان الله مع صافي ضربات بالليل نقطات شوية وصافي. هاد شو هاد البلاصة كانت محطة الكيران شو سبحان الله كيفاش كانت وكيفاش حاد الكيران وكانوا القهاوي وكانوا سبحان الله عدمو البيع والشراء كانوا الناس خدامين. وشوف دابا شحال المساحة كبيرة اللي شافها تقولك صغيرة. دابا هادي ولات حديقة زوينة الناس يجو يرتاحوا هنايا الدنيا نقية زوينة. اللهم بارك اللهم بارك في بلادنا الحمد لله اللهم اشفي مالكنا الحمد لله بلاد الأمان ما كاينش بحال البلاد ديالنا المغرب. بلادنا ولات بحال أوروبا الحمد لله كلشي كاين فعلا كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش كاين الفقر ولكن الحمد لله كلشي واكل كلشي شرب كلشي خدام. فيما مشيتي تتلقاي الدحاس اي بلاصه نتوما شتي شحال المساحه كبيره سبحان الله كبيره بزاف. وعلى الشمال كاينه تما الطريق نيت وكاينه قنطره كاينه القنطره لتحت وكاينه الطريق الفوق يعني وسعوه عندنا بزاف د القنطرات عندنا في هنايا في المدينه. هو طنجة ولات زوينة. دابا حنا غاديين نيشا للبلايا دابا حنا قربنا هادي ريستوران تاع الحوت جهة النجمة هادي النجمة تنقولو لها حنايا هي هاديك جات مع بولفار اللي تبدا عندنا هي غياض هاد الطريق اللي تتدي للاكار تران تتدي للقصر الصغير. المهم أي اتجاه هاد الطريق تتمشي تتديك ترجع عاود تمشي لتطوان تمشي للطريق الرباط كلشي. و دابا حنا غاديين دابا دوزت سميتو النجمة دابا حنا غاديين هنايا كاين وطي الأمنية وطي شهرزاد على اليسار على الشمال واليمين وطي وطي الأمنية قديمة هاد وطي الأمنية قديمة ماشي زعما عاد دابا وطي القديم. وهادو الوطيلات اللي كانوا نتاع خمسة د النجوم وشهرزاد وطيل الريف وسولازور على الشمال عاوتاني طيل سولازور معروف على اليمن على اليمن سولازور وعلى الشمال كاين سميتو طيل الريف وشهرزاد وميرامار. هادو هاد توريست دابا خارجين من الوطيل شهرزاد غادي نقطع. المهم سجلت فيديو ومن بعد عاد ندخل باش غادي نعمل لايف وشاركوا في القناه ديالي اجيكم الجديد نوريكم طنجه وشوف الجو زوين شتي سبحان الله. شوف هنا تقول الضبابه سبحان الله بالبلايص
انا عندي غير في الدار، عندي مشكلة في الدار، تنجي للشرجم ليه هي تيبان لي في شكل. انتوما هذه على الشمال كاينه مارينا، يلا بالسلامه واعملوا لايك وبصح.